هذا المعرض هي أن يطلع المواطن السوري ولاحقا أن يطلع العالم على كنوز الحضارة السورية، والتي هي أؤكد وأعيد ليست كنوزا سورية فقط، وإنما هي قيما إنسانية على الإنسانية جمعاء، على كل شعوب الأرض أن تهتم بالحفاظ عليها وأن تعمل للحفاظ عليها، لأنها تبرز التلاقي الحضاري والتعاون بين كل شعوب المنطقة والعالم بأسره. هذه الوثائق سنستعين بها لترميم ما تضرر من اللوحات الموثقة، إذن هي قيمة توثيقية لا تقدر بثمن. طبعا المعرض اللي شفتوه معرض ضوئي رقمي يعرض قطع موزايك أو فسيفساء سورية من مواقع مختلفة مهمة، ويسلط الضوء على أهميتها الفنية والتاريخية والأثرية. طبعا هذا المعرض تم بالتعاون مع المركز الأوروبي للآثار البيزنطية وما قبل البيزنطية، ومركزه في تسالونيك في أثينا. طبعا التعاون أقدم من تاريخ اليوم، يعود إلى عام 2004-2008. كان هناك تعاون مشترك مع هذا المركز وجامعة دمشق قسم الآثار بحضور سادة زملاء من قسم الآثار ومن المديرية العامة للآثار والمتاحف، أتيحت لهم الفرصة لتوثيق قطع موزايك أو فسيفساء سورية متنوعة، وبالتالي هذا التعاون يعني أدى إلى وجود ما يسمى قاعدة بيانات، معلومات مهمة عن هذه القطع.